هذا كيسأل على المصائب في علاقتها بالقضاء والقدر، هذا واضح في الحديث، يعني أنه يعني بالحديث أولا الصحيح الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء، وكيكون الدعاء يعني صاعد والقضاء نازل فيلتقيان في سماء فيعتلجان إلى يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني هذا يدفع وهذا يرفع، بحيث أنه الإنسان وهذا الشيء زعما الحمد لله شاهدناه ومعروف يعني، وهذا من علم الغيب الحق، لأنه الدعاء غيب. ما معنى الدعاء غيب؟ يعني السر ديالو غيب، والقضاء أيضا غيب، فكيكون قضاء الله تعالى نازل والقضاء لا يرد، والدعاء صعب، ولكن ضامن الله في كتابه قال ربكم ادعوني استجب لكم أم يجيب المضطر إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كثير كثير مما تواتر كلية، وأيضا السنن كثير جدا من أن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء، فكيكون يعني قضاء الله سبق في أمره فينزل قضاء كينزل، لكن لحكمة وبرحمته سبحانه وهو الرحمن الرحيم راه هذاك النزول فيه وفيه ينزل من اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا، ولكن ربي سبحانه وتعالى يحجبه عنك بدعائك، هو بالنسبة يعني لطبيعة القضاء قد نزل ما بقاش في موضوع نزل نزل، لكن الله تعالى يحجبه عنك بدعائك، أنت كطلب الله والدعاء نزل كيتلقاو في السماء وكيبقاو تما في السماء الدنيا كيبقاو تما، القضاء قد نزل ولكن الله تعالى لم يصيبك به، بدعائك ودعاؤك جزء من قضائه وقدره. كيفاش هذه المعادله زعما تركب الانسان مخه؟ مستحيل، لانه شحال من واحد كيبغي يطلب زعما يعرف يعني الحيثيات والدقائق ديال الغيب، اذا علمت هذا فمعناه انك علمت الغيب، واذا علمت الغيب بهذا الشكل الاطلاقي معناه ان عندك واحد الجزء من العلم مطلق، ففيك جزء من الالوهيه، وهذا مستحيل شرعا وعقلا. شحال من واحد يعني هذه الامور ديال القضاء والقضاء كيبغي يوصل للنهايه ديالها، مستحيل مستحيل عقلا مستحيل، وانما تاخذها نقلا، غير النقل يكون ثابت، وكيوقع الانسان واحد النوع من التوفيق مما على قدر فهم العقل البشري، وهذا مما يعني يستطيع العقل البشري ان يفهمه في هذه الحيثيات وبهذه الصوره، ان الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان الى يوم القيامه، والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله.